بكم في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن، نتابع فيها آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية. نبدأها مع حضراتكم بأهم العناوين: احتفالات في الشوارع والميادين ورسائل تهنئة من الرؤساء والملوك بمناسبة فوز السيسي بالرئاسة. الرئيس السيسي يؤكد ثقتي في عبقرية الشعب لا تحتمل الشك. وزارة الداخلية تتسلم تكاليف حج القرعة بدءا من اليوم. وزير التموين يعلن تفاصيل معرض أهلا رمضان. التفاصيل: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل التحديات والمشكلات التي اقتحمناها وكل الأزمات التي عبرناها كان السر في تحقيق الانتصار عليها هو الرهان الصادق على عبقرية الشعب وثراء خلفيته الحضارية والثقافية وتاريخه الممتد لامتداد الحضارة، ولم يخب رهاني على المصريين يوما ولم يغزلني حماسهم وتجردهم. وأكد الرئيس السيسي في كلمته للشعب بعد إعلان نتيجة الانتخابات على فخره واعتزازه بالاصطفاف الوطني المصري في الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن ثقته في عبقرية الأمة المصرية لا تحتمل الشك. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع، فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك. فمصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية، والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة العظيمة أتوجه بالشكر والتقدير للسيد موسى مصطفى موسى، والذي خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة دللت على ما يتمتع به من حس وطني عال وأداء سياسي راق. السيدات والسادة، إن هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نعمل من أجله، فنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل، ونكتب له تفسير حلمه، ونرسم له طريقا للغد يعبر به نحو ما يستحقه ويليق بتضحيات أبنائه. إن مصر لن يبنيها أو يحميها سوى أبنائها. هذه نبوءة التاريخ التي ستحققها الجموع من أبناء أمتنا مرددين في كل وقت وحين: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بينما احتفل ملايين المواطنين بالأمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية، واحتشد المواطنين في الميادين والشوارع على مستوى الجمهورية احتفالا بفوز الرئيس بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية. كرنفالات ومسيرات وأغاني وطنية انتشرت بجميع أنحاء الجمهورية حتى ساعات الصباح الأولى احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية، حيث شهدت ميادين القاهرة المختلفة توافد آلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات والأغاني الوطنية حاملين علم مصر، وتفاعل معهم قائد السيارات بالتصفيق وترديد الأغاني بينما أطلقت النساء الزغاريد. وشهدت عدة ميادين رئيسة بمحافظة القليوبية احتفالات حاشدة من قبل المواطنين ابتهاجا بفوز الرئيس، وسط مسيرات مؤيدة لسيادته بالشوارع المختلفة بشبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ وقليوب، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي. وإلى محافظات الوجه البحري والتي شهدت احتفالات شعبية وسط أجواء عائلية بالميادين لحضور الرجال والسيدات والشباب والأطفال حاملين الأعلام المصرية للتفاعل مع الأغاني الوطنية. وخرج أبناء الصعيد في تجمعات بالميادين والشوارع الرئيسة عقب الإعلان عن فوز الرئيس وسط إطلاق الألعاب النارية والأغاني الوطنية مرددين هتافات: بنحبك يا سيسي، وتحيا مصر،
واحتفلت محافظة البحر الأحمر بمختلف مدنها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نظم الشباب بعدد من الميادين الرئيسية في المدن مسيرات بالأعلام وصور الرئيس والأغاني الوطنية. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاز بفترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات بعد أن حصل على 21,835,387 صوتا بنسبة 97.8% من الأصوات الصحيحة. كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن أن عدد من أدلى بأصواتهم 24,254,152 ناخبا في انتخابات الرئاسة لعام 2018، وأن الرئيس السيسي حصل على نسبة 97.8% من أصوات الناخبين الصحيحة. وكانت الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 من مارس الماضي، والتصويت في الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 من مارس الماضي، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددي للأصوات في اللجان العامة. إجمالي ما حصل عليه السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 21,835,387 صوتا بنسبة 97.8% من الأصوات الصحيحة. إجمالي ما حصل عليه السيد موسى مصطفى موسى محمد وشهرته موسى مصطفى موسى 656,534 صوتا بنسبة 92.2% من الأصوات الصحيحة. وبالبناء على ما تقدم، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وأصدر القرار رقم 57 لسنة 2018 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 。من جانبه بعث اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الثلاثاء برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه فترة الرئاسية الثانية. وجاء في البرقية: يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز بثقة الشعب المصري العظيم لشخصكم الكريم لتولي المسؤولية في فترة الرئاسية الثانية. وقد شكل اختياركم في إجماع كاسح ظاهرة تؤكد مدى وطنية هذا الشعب وإدراكه الفطري للمخاطر وتآزره في نسيج واحد. وأضاف وزير الداخلية خلال تهنئته للرئيس: لقد كانت قيادة سيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن في منعطف دقيق من التاريخ المعاصر ومواجهة التحديات الجسام بكل عزم وإصرار وإرساء الإنجازات، والتفاف المصريين خلف خطواتكم الوطنية تأكيدا لركائز وثوابت الدولة المصرية في أن تبقى أبد الدهر منارة للإنسانية نحو الحضارة والتقدم والبناء. بينما بعث العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية برقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي. أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي حتى انهالت التهاني من قادة وزعماء العالم الذين سارعوا بتوجيه التهنئة له لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، سواء بالاتصال به هاتفيا أو بإرسال برقيات التهنئة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في مقدمة مهنئي السيسي هاتفيا، وصرح السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن ترامب أكد على حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين. كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثانية، متوقعا أن تحرز جهود البلدين المشتركة تقدما في كل المجالات لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية العالمية. كما بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة أعرب خلالها عن أمله في أن يحقق الشعب المصري تحت قيادة السيسي مزيدا من الإنجازات وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين. وعربيا، حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تهنئة الرئيس السيسي هاتفيا،
وأرسل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ببرقية تهنئة، كما حرص أيضا كل من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس السوداني عمر البشير وغيرهم من قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة على تهنئة الرئيس السيسي، إما هاتفيا أو بإرسال برقيات التهنئة. أماني إبراهيم، الحياة الآن. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي العلمي التاسع الذي تنظمه الكلية الفنية العسكرية في الفترة من الثالث إلى الخامس من إبريل، بمشاركة أكثر من 26 جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز البحثية. ويناقش المؤتمر أكثر من 200 ورقة بحثية في 49 جلسة علمية و23 ورشة عمل يشارك فيها 22 دولة عربية وأجنبية بمختلف دول العالم. ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام القوات المسلحة بعرض أحدث البحوث والدراسات في مختلف أفرع العلوم الهندسية والتكنولوجية والتي تعد فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الأفكار ومناقشة الأبحاث المتخصصة وأحدث التقنيات والإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تحدث في العالم، والاستفادة من التطبيقات العلمية والبحثية للعلوم العسكرية والإنسانية في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة. أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الثلاثاء تفاصيل معرض سوبر ماركت أهل رمضان بمشاركة الشركات والسلاسل التجارية الكبرى وشركات إنتاج المواد الغذائية. وقال المصلحي في مؤتمر صحفي أنه سيتم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على مد المعرض حتى 16 من مايو، منوها بأن المعرض سيقام بالمحافظات 10 مايو المقبل وسيتم مده حتى رمضان حسب درجات الإقبال، لافتا إلى أن التخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 20%. تتسلم وزارة الداخلية بدءا من اليوم تكاليف حج القرعة لهذا العام حتى الخميس 19 من شهر إبريل الحالي من خلال جميع فروع البنوك الوطنية على مستوى محافظات الجمهورية، وتبلغ قيمة تكاليف حج القرعة 56,100 جنيه إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران 11,900 جنيه بإجمالي مبلغ 68,000 جنيه، على أن يقوم الفائز بفرصة الحج عقب سداد القيمة بتسليم صورة إيصال السداد إلى المركز أو القسم التابع له. أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن زيادات تذاكر السكك الحديد قائمة وتم إعلانها منذ 6 شهور من أجل جلب تكلفة مشروعات التطوير بالسكك الحديدية. وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفي أن السكة الحديد تحتاج 55 مليار جنيه لمشروعات التطوير، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء تشغيل مؤقت لـ40 قطارا آخرين بدءا من مطلع يوليو المقبل للتمكن من تنفيذ مشروعات التطوير بالسكة الحديد. وإلى وزارة الكهرباء، شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وأحد الشركات الإماراتية الرائدة في تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة. وأوضح العصار أن الهدف من البروتوكول هو قيام الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل محطات الكهرباء من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود والتصنيع المحلي لقطع الغيار والأجزاء اللازمة لتطوير محطات الكهرباء لصالح وزارة الكهرباء. وفي نفس السياق، أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تستعد هذا العام لشهر رمضان المبارك بدون طوارئ بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي في الشبكة خلال شهر رمضان الكريم إلى 10,000 ميجا وات، موضحا أن أقصى حمل متوقع خلال شهر رمضان الكريم سيصل إلى 29,000 ميجا وات، مما يساهم في وجود احتياطي بالشبكة يفوق احتياجات المواطنين في أوقات الذروة خلال الشهر الكريم. أكد مجلس جامعة الدول العربية دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 من مارس الماضي،
جاء ذلك في بيان صدر بالإجماع في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم برئاسة السعودية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة أشكال النضال كافة ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي بما في ذلك المقاومة الشعبية السليمة وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها. اتخذت وزارة الداخلية الكويتية العديد من الإجراءات للإسراع في تسليم جثامين المصريين الخمسة الذين لقوا مصرعهم ضمن 15 شخصا في الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق الأرتال أول أمس الأحد. ووجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح وجه الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة إنهاء إجراءات جميع ضحايا الحادث بشكل سريع وتسليم جثامينهم إلى ذويهم في البلاد أو إلى ممثلي سفاراتهم في الكويت. شيع أهالي مدينة طنطا وعدد من المثقفين والأدباء وأساتذة وطلاب جامعة بطنطا اليوم الثلاثاء جنازة الأديب الدكتور أحمد خالد توفيق والذي وافته المنية مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية. وصل جثمان الفقيد إلى مسجد السلام بمنطقة المرشحة بمدينة طنطا وسط حالة من الحزن والبكاء بين أهل وأصدقاء الفقيد. وأدى المآت صلاة الجنازة عليه قبل أن يتم تشييعه إلى مسواه الأخير بمدافن العائلة بطنطا. بكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا في الحياة الآن. نشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.